سيد روف، قل لي، الولايات المتحدة الأمريكية تسمح لنفسها يا أخي بالتدخل في كل انتخابات حول الكوكب. لا توجد انتخابات لا تبدي واشنطن فيها رأيها. والله هذا أحسن من ذاك بالنسبة لنا إلى آخره، حتى لو كانت انتخابات في أصغر بلاد العالم. لماذا تتحرج هذا التحرج الهائل الملموس حينما يبدي أي زعيم دولي رأيه في انتخابات أمريكا؟ لست متأكدا أنهم يفعلوا هذا صراحة. أعتقد أن يوجد اعتراض هنا. تذكر أن في 2016 أن الصحافة الأمريكية مليئة بالقصص عقب أن أصبح ترامب في البيت الأبيض، أن الروسيين قد تدخلوا في هذه الانتخابات نيابة عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم وآخرين كانوا يقومون بعمل نشر هذه الفضائح لأجل دعم مرشح بعينه. وفكرة أنه كان هناك نوع من الترويج لمحاولة اتخاذ هذا النصر أو تقويض نصر ترامب وسلطته الرئاسية. لذلك أعتقد أن الآن هذه الأمور والتعليمات التي جاءت من وزارة العدل أن الروس يحاولون التدخل في الانتخابات الأمريكية هي بعض الجهود لمحاولة إحياء هذا كمشكلة سياسية. إنه نوع من السياسة لوزارة العدل، وأعتقد أن هذا غير ملائم بالطبع بغض النظر عن من يفعله، إن الجمهوريين سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين، وحتى إذا كانوا الروس يتدخلون في الانتخابات، هل هذا التدخل فعالا؟ هل يغير من رأي أحدهم بشأن كيف يفكر الأمريكيين أو كيف يرون هاريس أو ترامب أو غيرهم من آلاف الأشخاص الذين يترشحون لأجل المناصب الفيدرالية في أي مكان في الولايات المتحدة؟ بالطبع إن الإجابة لا، وهذا أمر وسؤال هام. هل هذا التدخل فعال؟ لا. وصف بأنه تدخل خبيث سيد روف، وخبيث هذه ليست مصطلحا سياسيا أفهمه أنا بوضوح. ما الذي يعنيه بالنسبة لك؟ إن وزارة العدل حريصة للغاية وأيضا وزارة الخزانة على هذه الأفعال من قبل الأفراد، وتقترح أن هذه الأموال التي أعطيت بشكل غير قانوني إلى بعض ممثلين السياسة المنصات الإلكترونية للولايات المتحدة ليستطيعوا أن يقوموا بمشاركة هذه الأمور ضد إدارة بايدن أو إدارة هاريس أو إدارة الديمقراطيين أو إدارة التقدميين. هذه الرسائل التي بشكل ما تحاول أن تجبر الناس على التصويت لترامب، إن أولئك الذين يصوتون إلى ترامب لا يحتاجون إلى استماع إلى هذه الرسائل، إنهم سيصوتون له للمرة الثالثة، إنهم أشخاص مخلصين في دعمه. ولذلك مرة أخرى لا أظن أن هذا التدخل هو فعالا. لا شخص أي شخص عاقل أو حتى مجنون يظن أن هناك مجهود يبذل لمحاولة تغيير آراء الناخبين أو أي هجمات إلكترونية بالحديث عن الرسائل التي توضع في المساق السياسي سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق المواقع الإلكترونية. كل هذه سواء كانت تؤيد ترامب أو ضد الإدارة الديمقراطية، أعتقد أنه فقط من غير الضرورية إذا حدث أنها إضاعة للأموال لأولئك الذين ينفقون أموالهم لهذا السياق. ولذلك لا أظن أنه فعلا تماما. أنا شخصيا كشخص كان يعمل على تغطية الانتخابات منذ عصر أوباما لم أقلق أبدا حيال هذه التدخلات.